الذكاء الاصطناعي العنوان المتجدد دوما والمتصدر دائما لمجال التكنولوجيا، فمن بعد المخاوف الكبيرة من سيطرة الذكاء الاصطناعي على كل مفاصل الحياة ومن بين العمل والقلق من أن يحل مكان البشر، خرجت كبيرة الباحثين في جوجل كيسي كوزيركوف وأكدت أن الذكاء الاصطناعي لن يتمكن من سطو على بعض المهن مهما تقدمت تقنياته، ولن يكون قادرا على التصميم والابتكار والفن والتفاعل الاجتماعي الحقيقي وحتى البرمجة. المقال نشرته كبيرة الباحثين وعنونته الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل، ما الذي يبقى إنسانا بنسبة 100%؟ وفق المقال فإن المهن التي لا يمكن أن يحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان فيها هو رعاية الكبار والصغار، كون الذكاء الاصطناعي يفتقر إلى العواطف التي يتمتع بها البشر، وثانيا هو غير قادر على الكتابة الإبداعية فهو يعجز عن ترتيب الكلمات بالأسلوب الإبداعي، وثالثا الذكاء الاصطناعي لم ينجح أبدا في الفنون الإبداعية مثل الفن التشكيلي والأدب والموسيقى. والمفارقة الغريبة هي عدم قدرة الذكاء الاصطناعي على البرمجة، فالروبوتات تستجيب وفق ما برمجت عليه ولا يمكنها فك رموز لغات البرمجة. وأما عن السبب فقالت كبيرة الباحثين أن هذه المهام هي مهام بشرية فريدة وتتطلب مستوى عال من المشاركة المعرفية أو الإبداع أو التفكير النقدي، وجميعها غير موجودة عند الذكاء الاصطناعي.